مسكين نادي الزمالك، هيلاقيها منين ولا منين؟ ديون ولا قضايا؟ مش عارف يحل أزمة القيد ولا المستحقات بتاعت اللاعبين، ولا موضوع سبورتنج لشبونة، ولا التجديد للاعبين، ولا إبرام صفقات علشان يقدر يطلع من المركز ال 12 اللي هو قابع فيه له فترة. ومع ذلك يجي مرتضى منصور يطربقها على دماغ الجميع. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي، ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. مرتضى منصور عمل دعوه ببطلان انتخابات نادي الزمالك، جاب كام عضو كده وقال لهم ارفعوا انتوا القضيه عشان انتوا المنوطين بهذا الامر، انتوا اعضاء فانتوا متضررين عشان في تلاعب وفي 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 وفي. وطبعا مرتضى دي لعبته، عملها كتير قبل كده ونجحت معاه. هل المرة دي هيتم بطلان انتخابات نادي الزمالك علشان في مشاكل إدارية ومشاكل يعني خاصة بالانتخابات؟ هنشوف الكلام ده، ولكن أنا بحب أجيب المصدر الأول للمعلومة وبعد كده أطلع أعقب عليها. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف المصدر قال إيه، وتعالوا لي مرة أخرى عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس وأنت بتتفرج على الفيديو، أخويا حبيبي الأهلاوي، أختي المحترمة الأهلاوية، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو. أول مرة تشوفوني، أول مرة تخش قناتي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات عشان ما يفوتكمش أي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناة كل الأهلاوية، الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف المصيبة اللي مستنية نادي الزمالك، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. سيد القيد في اكتر من حاجه تعمل فيها واحده واحده. رقم واحد، سبورتنج لشبونه، هل الزمالك عرف يوصل لاي اتفاق معاه؟ لا. هل لسه في محاولات؟ نعم، المحاوله الاخيره يوم الخميس اللي جاي الزمالك هيحاول، بما انه الامور جيده في التواصل مع سبورتنج لشبونه، ان هو يجد ربما مرونه من سبورتنج لشبونه انه يوم الخميس تحصل انفراجه والنادي يقبل بانه يتم تقسيط الغرامه، بحيث ان الزمالك يحاول يدفع دلوقتي مليون دولار من المليون ونص، وبعدها ان يحاول انه تتحل القصه. ولكن سبورتنج لشبونه الان لانه عنده معلومه ان يوم 14 يناير اللي هو كمان اسبوع من دلوقتي في قصه عن انتخابات الزمالك ودعوه بطلان هذه الانتخابات. النهارده احد محركي هذه القصه رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور نشر انه حتى اذا الدعوه جاءت ببطلان الانتخابات لن اتواجد في نادي الزمالك من جديد. لكن القصه اساسا هل هتخلص على بطلان انتخابات ولا على اعاده انتخابات ولا على اعاده منصب من المناصب ولا مفيش اي حاجه هتحصل في النهايه؟ عموما يوم 14 يناير ده جاي قصه، وبالتالي سبورتنج لشبونه برضه حاطط ده في اعتباراته طبقا لما وصل اليهم ربما. انه يعني ياخدوا المليون وبعدين المجلس ما يبقاش موجود، فعايزين وهيكونوا هم تنازلوا عن الشكوى او عن الحكم، فهم عايزين ايه؟ الزمالك بقى على جانب اخر، سواء قبل او لم يقبل سبورتنج لشبونه، فالزمالك بمعلوماتنا جمع المستحقات كامله بتاعه سبورتنج لشبونه مليون ونص ونص اخر دولار بس بالجنيه المصري. وبالتالي بيسعى الى انه يعمل اتفاقات مع البنوك المصريه انه يحصل على بالمقابل ده بالدولار ويدفع بنسبه اكتر، بدل ما يدفع مثلا ال 100% بالجنيه المصري يدفع 110 او 120%، زي ما كان حتى لو تفتكروا من اشهر قليله كان الاهلي وهو بيعرض ميزانيته عرض انه ده كان ضمن الفلوس اللي حصل عليها بالدولار 3 مليون دولار لمستحقات اللاعبين الاجانب والمدربين الاجانب، وانه سددها بالجنيه المصري للبنوك. ده اللي الزمالك بيسعى فيه يعني حاليا. وهو تزامنا مع ده بيسعى الى عرض اللاعبين للبيع. عبد الله جمعه الزمالك مترقب اي عروض توصل له علشان يستفيد من ده من الناحيه الماديه، وبيحاول ان هو يسوقه حاليا، خصوصا ان هو بعيد عن المشاركه في المرحله الماضيه. هل البنك الاهلي قصته مع حمد عبد الغني قريبه؟ اقدر اقول لكم انه برضو الموضوع لسه شغال لسه. سواء اهلا بحضراتكم مره تانية، سمعنا هاني حتحوت وهو بيتكلم عن المشاكل بتاعت نادي الزمالك، والموضوع بتاع سبورتنج لشبونه متوقف على موضوع بطلان انتخابات نادي الزمالك. يعني انا لو سبورتنج لشبونه تنازلت عن القضيه وانت اديتني جزء من المستحقات واتفقنا على جدوله بعض المستحقات او بعض الفلوس، فشيء طبيعي ان انا هبقى واثق في الاداره الحاليه، علشان الاداره الحاليه يعني سمعتها اطيب من من الاداره اللي فاتت. ولكن هو عنده معلومه ان في قضيه وفي مشكله ببطلان انتخابات نادي الزمالك، فبالتالي انا هقلق كنادي سبورتنج لشبونه. ونادي سبورتنج لشبونه الواقعه بتاعته جت من بدري قوي، لما الاخ شيكا هرب من نادي الزمالك وهرب من سبورتنج لشبونه وراح على نادي الزمالك وقرر ان هو يستمر في نادي الزمالك. فمرتضى منصور قال له تعالى يا ابني احنا هنعمل لك عقد ب 1000 جنيه في السنه. قال له ازاي؟ قال له هو كده. طب معلش ازاي؟ على المكافئات، على الشهريات، على الحاجات اللي بتيجي
من المتبرعين والاخوه المحبين. طب ليه انت هتعمل كده يا ست المستشار؟ عشان انا هدفع لك الفلوس اللي انت يعني الغرامه بتاعتك للسبورت من شبونه، عشان انت هربت من هذا النادي ويعني ليك مشاكل معاه، فانت المتسبب في هذا الامر، فاحنا هندفع لك كل كام شهر كده هندفع لك قسط تعدي سنه 2 3 4 5 10 15. يجي سبورتنج لشبونه، كان نادي الزمالك مديون ب 750 يعني 750 الف يورو، تحوله لمليون ونص بالغرامات او بالفوائد. طيب ايه اللي حصل؟ بيدوروا وبيفتشوا، لقيوا مرتضى ما دفعش ولا مليم لسبورتنج لشبونه. نتيجه يعني هو قال لي شيكه، بقت عليا شيكه، احنا هنعمل لك عقد بعد بمبلغ صغير علشان انا هسدد لك. ماشي يا عم، مفيش مشاكل. تعدي السنين دي طويلة والديون تتراكم، ومرتضى ما دفعش ولا مليم لسبورتن لشبونة. جاي دلوقتي مرتضى يطربقها على الكل ويعمل بطلان للانتخابات علشان نادي الزمالك يقع في ضحضرة تاني، ويجي واحد زملكاوي يقول لك النادي الاهلي نادي الدولة، مين بيصدر المشاكل لنادي الزمالك؟ مين مش عارف ايه؟ هو مين اصلا عمل ده كله؟ مين اللي غرق نادي الزمالك في الديون؟ في الضرائب، في المشاكل، في الخناقات، في المحاكم؟ مين؟ اسأل نفسك، مالي النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بمنع عن الدخول في مشاكل ما تخصوش النادي الاهلي، باصص في طريقه، باصص في بطولاته، باصص في المكان اللي هو الصح، بصلته هي المنصات التتويج فقط لا غير. بص انت شوفوا اعلامكم، شوفوا خبر قد كده قد كده على الرغم ان هو حدث كبير. شوف هاني حتحوت تتكلم نص دقيقة عن الخبر. الاعلام الرياضي سمعت حد اتكلم فيه؟ ان رئيس نادي الزمالك السابق عايز يهد الانتخابات على الرغم ان حسين لبيب كويس، لا بيظهر اعلاميا ولا بيهلفط بكلام وحش ولا ولا ولا، راجل منضبط وراجل يعني بيشتغل، وده مش معتاد لينا كأهلوية ان رئيس نادي الزمالك يبقى بهذا السلوك السوي بنسبة كبيرة عن سابقه. ولكن فين الاعلام الرياضي واسامه الملط وعفت الفشار ورضا الهجاص والناس دي من خطوه زي كده عايزه تهد استقرار نادي الزمالك؟ وبالمناسبه مرتضى هو اللي اخد قرار بيع امام عاشور، وامام عاشور لما اتباع لميتلاند ما كانش فيه يعني حق بيعه لنادي الزمالك، كتب حق بيعه للمسوق او الشركه اللي بتسوقه. فامور كتير ولغط كتير. انا هيك بقى عن العقود اللي بتختفي والفلوس اللي بتختفي والحاجات اللي حضراتكم عارفينها. لكن نادي الزمالك لما بيقع في مشاكل وبيقع في مصايب دايما الاشاره للاتهام واصابع الاتهام للنادي الاهلي. طب هو النادي الاهلي ماله؟ واحد كان رئيس نادي وقع فريقه ووقعه في المشاكل والمصايب مش واتعزل علشان حكم قضائي، دلوقتي عايز هو يوقع نادي الزمالك ويعمل بطلان لانتخابات علشان يجي وبيقول لك ايه انا مش هدخل انتخابات؟ لا لا لا، انت هتعمل زي واحد صاحبنا، هما اتنين اصحابنا مش واحد بس، وانتوا هتعرفوهم مين. واحد صاحبنا قال احنا مش هنرشح منتخب من عندنا، حد يعني ينتخب، انا ما بحبش الكلام في السياسه بس معلش انا اسف. واحد صاحبنا قال احنا مش هنرشح حد من عندنا علشان الناس تنتخبه، وبعد ما يعني راحوا رشحوا اتنين مش واحد، وبعد كده واحد نجح. التاني اللي هو على نقيضه اللي قالوا له كمل وكمل جميلك واحنا عايزينك وبتاع، قال لهم انا خلاص فتره واحده مش هترشح تاني، لا راحوا رشح تاني واتغير الدستور عشانه. هما الاتنين، والاتنين كانوا متضادين ومتعاكسين على الرغم ان هما الاتنين كانوا شغالين مع بعض. طبعا انتوا عرفتهم. انا اسف ان انا بتطرق للسياسه بس معلش انا اسف. هو بيقول كده، بيقول يعني لا انا مش ولع، بص نادي الزمالك اتهد بس انا مش هدخل اكمل تاني. لا هتدخل، ما انت لو مش عايز تدخل مش هتروح تعمل بطلان لنادي الزمالك. انت مالك؟ انت مش خلاص مشيت وعملت اللي عملته؟ خلاص عايز ايه من نادي الزمالك تاني؟ ولكن واضح كده ان الفترة اللي جاية هتبقى فيه مشاكل لنادي الزمالك. احنا شايفين مرتضى بعيدا عن الساحة خالص، في حاله بعيد عن كل اللي بيحصل ده، ولكن هو يترقب وبيرصد وبيبتدي يشتغل من هنا لهنا، لان في ناس ما تقدرش تعيش من غير شهرة، ما تقدرش تعيش من غير شو، ما تقدرش تعيش من غير حديدة، من ضمنهم مرتضى منصور. انتهى الفيديو بتاعنا،
اسف جدا للاطاله. ما تنسوش اخواتنا الاهلاويه تدعمونا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفوني، اول مره تخش قناتي، اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.